معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. مرحبا بك سيد قصي. إذا قضاء طارمية تعرض لاقتحامات ومداهمات منذ سنين، وتعد هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح، تسيطر عليها ميليشيا الحشد. كيف تفسرون ما حدث في من اقتحام لها من جانب تنظيم الدولة بهذه السهولة؟ سيد قصي المعتصم، هل أنت معنا؟ شكرا على الاستضافة وتحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الأفاضل. حياك الله. نعم أسمعك معك. تفضل. تسمعني؟ نعم أسمعك تفضل. نعم. حقيقة ما يجري في الطارمية ليس بالجديد. حقيقة ما يجري في الطارمية ليس بالجديد. وأنا على معرفة دقيقة بهذه المنطقة لكون منطقتي ومنطقة عائلتي ودائما على تواصل معهم. ومنذ 2019 عندما كانت الحشود الغابه في الفلويه وتري والمناطق الرمايه وديال، كانت احتجاج المالكي على السياسه اللي كانت يعني مناطق الاعتصام للمدنيه والسلميه، هناك تحرك ضدهم من قبل المالكي، وبذلك الوقت اختطاف 18 شخص من ضمنهم شيوخ عشائر وقتلوا ورموا على الطريق. وفي السنة اللي تليها أيضا كان هناك اعتداء على بيوت واعتقال أشخاص، وبعدين وجدوهم قتلى في المناطق، وثم بعد سنة أخرى، وهكذا يعني في كل يوم هناك مأساة لهذه المدن اللي تحيط في بغداد وما تسمى بحزام بغداد، اللي هي مناطق مثلا اللطيفية، المحمودية، جرف الصخر، قبل أن تتهم بداعش ويهجر أهلها بالكامل. العملية حقيقة الأمر ما يجري هي عملية محاولة تهجير هذه المناطق لكونها من مكون السني، وضغط عليهم كبير. وأنا على معلومات دقيقة مع هذه المناطق والإجراءات اللي تقوم بها هذه المجاميع المسلحة التي ترتدي ملابس عسكرية وتستخدم العجلات الحكومية لغرض اختطاف الناس ومطالبة بفدية ومن ثم قتلهم. هذه القضية ليست جديدة، هي تتكرر دائما في وقت اليوم عندما يعلن داعش أنه هو مسؤول عن هذه العملية، في حين أن الدولة العراقية تعلن أن هذه الأماكن تأوي داعش. يعني تناقض في الكلام، كيف هذه المناطق تأوي داعش وكيف يقوم داعش بقتل هؤلاء ثم يقتلون؟ هل هناك علاقة لهذه الهجمات مع قرب الانتخابات؟ نجي لناحية الانتخابات، المعروف أنه منذ عام 2010 ثم 14 كان هناك يعني مخطط لتحجيم السنة على الانتخابات وإشغالهم، وتتذكر ما حصل في أبو غريب عندما تم إغراقه في 2014 بالكامل وطرد أهل المناطق بحجة أنه خشي من وجود تنظيمات إرهابية، وبالتالي أصوات منطقة أبو غريب كلها ذهبت إلى المالكي. هذه واحدة من الألعاب اللي يلعبوها السياسيين في هذه المناطق، ومحاولة تهميشهم ومحاولة إيذائهم واتهامهم بالإرهاب وأمور كثيرة. الغرض منها هم تركهم لهذه المدن، وهذا ما يحصل فعلا. هناك عشرات ألوف تركوا هذه المناطق وهجروا إلى مناطق أخرى خشية من انتقام الميليشيات التي تعيش فساد في هذه المناطق، بوقت لا يسمحون لأهاليها بأن ينتموا إلى الجيش أو الشرطة لكي يحموا هذه المناطق. العبادي قبل يومين أعلن أن الأوضاع في العراق مستتبة مستقرة، بينما الأمم المتحدة أعلنت حصيلة أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح في شهر واحد، شهر نيسان الماضي. كيف تفسر تصريح العبادي؟ هو الحقيقة هذا الرقم هو أقل من الكثير من الحقيقي، لأنه هناك جرائم تحصل كل يوم في كل محافظات العراق ولا يذكرون إلا ما يعلن عنه، وبالتالي هذه العملية فقدان الأمن مستمر منذ الاحتلال إلى الآن. تصفية على أساس عرقي، على أساس طائفي، على أساس ديني، في كل المجالات، الخبرات، الناس الشرفاء، الكل يقتل في العراق لتمرير أجندات إيرانية وغيرها لإخلاء العراق من كفاءاته ومن عقوله ومن الناس الوطنيين ومن الحريصين على وحدة البلد. وبالتالي هذا الأمر يعرف جيدا العبادية، وننتظر يعني رد فعل الشعب على هذه الانتخابات المزيفة التي نتائجها معروفة مسبقا.
شكرا جزيلا لك من لندن هاتفيا سيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.